هاي انا امينه خليل، احنا هنا مع انيجما. اكتر حاجه ضحكتني في موضوع اللي قادره ده، انه وقت ما انا اتخطبت هم قعدوا يقولوا اللي قادره عملتها وبتاع، ونفسي اقول لهم يا جماعه دي عاليه مش انا، انا ماليش دعوه. كاركتر وامينه ما لهمش اي دعوه ببعض. انا بحب قوي ان انا اسعد الناس اللي حواليا، فانا بحط ده كبرايورتي لاهلي ولاصحابي. بتأخر عني بس والله لا، انا دي كانت صفة مش حلوة، كانت زمان موجودة جدا وبعترف بيها تماما، انه I had no sense of time خالص. يعني اكلم صاحبتي I'm coming over، ممكن بعدها بساعتين I come over مثلا، حاجة كده. حد هيعدي عليا الساعة 3، اوبس الساعة 3 وتلت وانا لسه فوق كده يعني. ولكن اما شفت انه في ناس كتيرة قوي ابتدت تتضايق من الموضوع ده من صحابي، I was like لا this is not something I can keep، عشان هي بجد حاجة مستفزة. وبالذات بقى ان انا عندي double standards، انه اما كان حد يعمل كده فيا يا نهار ابيض على اللي كنت ممكن اعمله فيه. فنو واي، فأي was like لا، الصفة دي لازم تنتهي تماما، انا مش هعمل كده. و I've been working on it و I think انه I'm doing a lot better الحمد لله. ممكن اكون بقيت مش باخد كل حاجة على قلبي قوي، مش بنهار اما يحصل حاجات معينة. I think بقى فيه هدوء كده. doesn't mean ان انا I'm not emotional، I'm very emotional as a person، بس maybe just not as frequent. يعني بقى شوية واخد الحياة بشويش كده شوية، ان هو يكون عاقل دمه خفيف، يكون حنين، عنده مبادئ قوي، و he sticks by his ethics، مش مهزوز، مش ودني، adventurous. انا كنت عايز اقول حاجه واحده شدتني الراجل، قلت مثلا 15 حاجه شدتني الراجل. طموح، مش كلامانجي، اما بيقول حاجه بيعملها بجد، بيعرف امتى يستخدم عقله وامتى يستخدم قلبه. انا ما كنتش طفله مشاغبه قوي، ما كنتش بعمل حاجات مجنونه، بس لو هفتكر حاجه تحديدا، مره مامي قفشتني ان انا قلت لها ان انا في حته وكنت في حته تانية، وبعدين طلع ان هي بقى في الحته التانية دي، فكلمتني على التليفون وتقول لي ايه يا مينوش انت فين؟ فقلت لها انا في الحته الفلانيه. قالت لي بجد والله؟ ومعاكي مين؟ معايا كذا وكذا. بجد؟ طب مبسوطه؟ طيب اوكي. طب بصي بقى كده شمال شويه، فببص شمال لقيت مامي واقفه. فدي يعني كانت قفشه مش هنساها خالص بصراحه، عشان هي كانت في وسط اصحابي كمان، فهي جت لي وقفت في نص اصحابي. فاي ثينك انه يعني كنت بصراحه مكسوفه من نفسي جدا. في ولد مثلا جه مره قال لي في الشارع يعني، وانا بتمشى، فانا طالع من العربيه وماشي في الشارع، فلقيته جري ورايا قال لي هاي ممكن اتصور معاكي وبتاع وكده. قلت له طيب اوكي. فقال لي طب انا هتصور معاكي عشان عايزه اغيظ خطيبتي. قلت له طب لا، ايه السخيفه دي؟ مش هتصور معاك اصلا يعني، ليه تعمل كده؟ فما فهمتش الرياكشن بس ضحكت يعني. كان في صوره كده نزلت انا وعمر وهو بيلبسني الدبله وانا بضحك، فانا فاتحه بويا قوي. كان في كوميك بيقول الدبله ساعه. دي كانت متعكة قوي. ممكن اكون رحت على احلى ديت يعني في العالم، اوبيسلي هو كان مع عمر يعني، ما احنا هنعترف بقى خلاص، مش هقدر اقول ان انا كنت في ديت مع حد تاني يعني. رحنا ستار جيزنج في فيوم، كانت بلاك مون، المفروض انه اتس اكتر يوم يعني النجوم بتبقى باينه فيها، كانت حلوه جدا يعني، كانت بدايه كده عالية جدا، مش التقليدي يعني، مش هنخرج نتعشى بقى ونتمشى على الكورنيش وبتاع. ودي اي ثينك من اكتر الحاجات اللي شدتني فيه، انه هو دايما بيفكر اوت اوف ذا بوكس كده، هيز unexpected in a surprising and pleasant way. زعل امي وابويا، ما اقدرش ابدا ابقى، ما اقدرش انام اصلا لو امي وابويا زعلانين مني. اختي زينة يعني دايما فخورة بانجازاتها، وفخورة بشخصيتها، وفخورة بجمالها، وفخورة بقراراتها. I'm very proud of the person she's become. مش عارفة خالص يعني. انا لو مش عارفة، من وانا صغيرة عايزة ابقى ممثلة، بس قبل قرار ان انا ابقى ممثلة انا كنت عايزة ابقى حاجات كتيرة قوي، وعشان كده انا قررت ابقى ممثلة. كنت عايزة ابقى دكتورة ومهندسة وطباخة وفيلسوفة وكل حاجة. فمش عارفة يعني دلوقتي لو انا مش ممثلة هعمل ايه. غالبا هرجع تاني ان انا هبقى عايزة ابقى حاجات كتيرة قوي، ولازم بقى اختار واحدة. مش عارفة. جراند اوتيل بحبه قوي قوي، كل ما بزعلانه كده ومتضايقه بروح مشغله جراند اوتيل اقعد اتفرج عليه، فمودي يرجع تاني لذيذ. انا عايزه اعمل لايك اي ونت تو ان اكشن موفي، فحاجه زي جينيفر لورنس في هانجر جيمز،
هالي بيري في كات وومن اور لايك حاجه كده يعني اللي هو عايز اعمل لايك هارد كور اكشن فيلم. في فيلم زمان وانا صغيره كنت بقعد اتفرج عليه انا وزينه كان اسمه ذا بيرنت تراب بحبه قوي واحنا الاثنين حافظينه صم لحد النهارده بحبه جدا. Very persistent, very loyal to the ones I love, very passionate. فكرة ان انا ممكن اقصر في حياة ناس. فكرة انه ساعات الناس بتدي نفسها الحق تدخل في حياتي. نفسي اروح بالي, نفسي اطلع جبل كليمنجارو, نفسي اعمل فيلم يخش مهرجان كان, نفسي اخلف. لازم يبقى عندك the perfect pair of jeans, the perfect black dress, شميز ابيض. دول ثلاث حاجات اساسيين في الدولاب اي بنت. بصي انا بحب قوي فكره الافراح اللي بتتعمل بشكل جديد, فرح على البحر, فرح على الجبل, فرح مش عارفه ايه, كل الكلام ده بحب ده جدا. بس في نفس الوقت في عناصر كلاسيكيه كده مصريه انا برضو ما اقدرش ان انا اتغاضى عنها. لازم يبقى في زفه, طقوس معينه, حاجات كده مصريه موجوده في الكالتشر بتاعنا ما اقدرش ان انا اسيبها ابدا. وحاجه ممكن تبقى ليها سنتمنتال فاليو عند الاثنين اللي بيتجوزوا, يعني هحاول ان انا اتمسك بقى بكل اللي انا بقولته ده لما اجي اعمل فرح ان شاء الله. بعيط. العياط ده حاجه حلوه جدا على فكره والله, يعني اكيد كلنا عيطنا قبل كده واكيد كلنا بنحس احسن بعد ما نعيط, تحسي كده ان في ريليس كده حصل. اما الواحد بيبقى زعلان بيعمل ايه؟ بيعيط, وبعدين بيخش يصلي ركعتين, وبعدين يقعد ياكل شوكولاته وايس كريم, وبعدين يقعد يكلم واحد صاحبته ويقعدوا بقى يشكوا لبعض عن مشاكلهم ويضحكوا وخلاص وتنامي وتصحي وخلص الموضوع. حبي نفسك واحترمي نفسك, ما تردميش على زعل, صفي الزعل وبعدين ابدأي ان انتي يعني feel joy, بس تردميش الحاجه فوق بعض. اسمعي كلام امك عشان في الاخر هي هتطلع صح. ما تخليش اي حاجه توقف في طريق حلمك. اعرفي ان انتي قويه, ما تخافيش ان انتي to be very experimental في لبسك. يمكن انتي تبقي في وقت ما حاسه ان انتي متصربعه على حاجات معينه, بس انه ربنا كاتب لكل واحده فينا احسن حاجه ليها وهيجيبها لنا في احسن وقت. Good things come to those who wait. يعني طولي بالك, مشوارك طويل, وقوي نفسك كده وانتي قدها وقدود. I hope you enjoyed the interview and I love you, eniGma. Bye.